التشخيص المبدئي وغالبا هيكون نهائي، اغتصاب فتاة عذراء. يا فندم انا فكرت كويس وبيتهيالي ان ده الوقت المناسب لقرار اجلته بقالي 8 سنين. يا خسارة، دي احسن رسامة عندنا. ده جارك الاستاذ فريد ابراهيم، مفيش حد من السكان هنا يعرف عنه اي حاجة غير انه غني جدا وغامض جدا. انا بحبك يا سهى، بس دي اول مره احس اني عايز اكمل. ساعديني نعيش زي بقيه الناس. اقعد اللي جوايا، اقعد اللي انا اتربيت في ملجا وعشت فيه وكبرت فيه. عارفه يا بنتي ده بس يا رب، انا ماليش حد. مواد مخدره يعني الحبوب دي بتخلي اللي بياخدها يتهيأ له حاجات مش موجوده. دي بيقولوا ليه؟ بدأت ايه؟ ولا انت عايزه تقولي اي حاجه وخلاص؟ والله انا كان عليا عايزه اقول حاجات كتير قوي، بس مستنيه اشوف اخرتها ايه. فاهم قولي ايه؟ مين امينه دي؟ ممكن كلمنيش انت عايزه ترمي بالك عليا يا عمر. الحكايه فيها حاجه غامضه. ست سهى طيبه زينه عن اللزوم، بس للاسف في ناس حواليها مش كويسين، هما بقى اللي عايزين يعملوا حاجات ممكن تزعل. ايه بفكر يذلني ويدوس على كرامتي؟ هو عمر المسجون ما بيرضى عن سجانه. يا دنيا ساعديني وساعدي نفسك، زي ما انا متاكده انك تعرضت لحادثه اغتصاب بشع. المعلومات قليله انا عارف، بس لازم تلاقيه، فاهم؟ والله ما انا عارفه اذا كان اللي بعمله ده صح ولا غلط. وانا عايزه عمرك يا فندم. انا ما كنتش اعرف كل اللي حصل ده.